الحكومة ترفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات للمنازل و16 جنيها للمحلات، والغضب يتصاعد ضد القرار. حالات تسمم جماعية بين طلاب المدينة الجامعية بالأزهر، والطلاب يقطعون طريق النصر للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة. وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة وضربة البداية 8 يونيو. سائقو السكة الحديد يؤجلون العصيان ويمهلون وزارة النقل 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم. النائب العام يوافق على إضافة أدلة جديدة ضد مبارك والعدلي في قضية قتل المتظاهرين. الحكومة تقطع الكهرباء مرتين يوميا في الصيف، واستثناء المستشفيات ومحطات مياه الشرب والمترو. إذن دي أبرز الأخبار والعناوين، تفاصيلها والمزيد منها وقراءة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلشي رئيس تحرير موقع البداية، هنتعرف عليه حالا. صباح الفل يا فندم. صباح النور. إيه الأخبار؟ تمام. طيب، من آخر خبر يعني في عناويننا اللي هو انقطاع الكهرباء، خلاص وبشكل رسمي هيكون مرتين يوميا، وهيزداد بارتفاع درجة الحرارة بدءا من 35 درجة مئويا، وهيزداد أيضا بنقصان الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهرباء. هي المشكلة مش في ده، ان هو ده رسميا. يعني هي القضية ان احنا عندنا أزمة كبيرة في الكهرباء، الأزمة ديت من السنة اللي فاتت معروفة وبتتصاعد، والأزمة ان عندنا محطات بتخرج من الخدمة بشكل مستمر، في نفس الوقت في محطات بتعتمد بالاساس على السولر بشكل كبير، في ضغط عالي جدا، وحتى الان لم يتم التفكير في طريقه للحل خلال السنه اللي فاتت كلها. احنا كل الناس هتواجه ازمه ضخمه جدا في الكهرباء، وده هي فكره انك مصر على شكل معين من السياسات، مصر على شكل معين من ما زلت تعيد انتاج اللي فات بالظبط بشكل بنفس الطريقه، واللي هيدفع الثمن غالبا هو الاكثر فخرا، يعني هو الاكثر، واللي بدا الانحياز ضده من امبارح، مش بس في الكهرباء، الاخطر بالنسبه لي كمان هو انابيب البوتاجاز واللي حصل فيه. يعني انابيب البوتاجاز، انت دائما كانت حكومه الدكتور مرسي يعني او بالاساس يعني بتتكلم على فكره انها بتدافع، هتبقى اكثر انحيازا للفقراء، وانها تاكد العداله الاجتماعيه، وانها مش اول قرار يعني، او من احد القرارات المهمه في رفع الاسعار واللي هي الانحياز، تطبيق شروط صندوق النقد الدولي كانت على رقبه الفقراء، يعني انبوبه البوتاجاز اللي هي بيتعامل معها الفقراء وفقط. مصر اليوم شايفه انه زياده اسعار البوتاجاز قربان مرسي لصندوق النقد، والكلام على انه عشيه قدوم وفد صندوق النقد الدولي للتشاور مع الحكومه المصريه حول قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار واللي بتحاول مصر الحصول عليه، كان ده القربان، كان دي الهديه اللي بتقدمها الحكومه المصريه لصندوق النقد الدولي وعلى حساب المواطن المصري. أسعار الأنابيب زادت بنسبة 100% من 4 جنيه ل 8 جنيه للأنابيب اللي بتستخدم في المنازل، ومن 8 جنيه ل 16 جنيه للأنابيب اللي بتستخدم في المحلات. البعض بيرى أنه لما تكون ب 16 جنيه أفضل من أنه تكون ب 40 جنيه ب 30 جنيه، وكانت احيانا بتصل الى 50 و 60 جنيه طالما هيكون في سيطره على السوق السوداء وسيطره على موضوع الانابيب وهتكون متوفره بالنسبه للجميع. ولكن اخرين منهم اصحاب والعاملين في مستودعات البوتاجاز بيحتجوا على هذه الفكره وعلى هذه السياسه، وبالتالي بيعلنوا اضرابهم زي ما بتشير جريده الوفد النهارده في صفحتها الاولى، اضراب مستودعات البوتاجاز احتجاجا على الاسعار ومطالب باقاله وزيري البترول والتموين وقطع الطرق امام شركات التعبئه. بيقولوا من هم معترضين تماما على هذا التحريك للاسعار من 4 ل 8، خاصه انه حتى الان لم يطبق نظام الكوبونات، وبالتالي هيكون في زياده بشكل كبير جدا للسوق السوداء. الحقيقه فكره ان هو لو في ضبط للاسواق ده في ربط
كان يجب أن يكون قبل الزيادة. يعني القضية هنا أنك أولا لم تطبق الأنظمة اللي هي المعمول بها بالأساس اللي هو أنت بتاعد الناس بها، والحقيقة أنك قدام أزمة أصلا في المواد البترولية بشكل عام، بما يعني أن حل الأزمة دي لو اتحلت أنت ده معناه أن سيظل لدي أزمة في الإنتاج، ده معناه أن هيبقى الفكرة السيطرة دي مش موجودة. الأخطر بقى أن أنا عامل سعرين، عندما الحكومة نفسها قررت من البداية أنها اللي قال أنابيب البطاقات بسعر والأنابيب الحرة بسعر، ده معناه أنك فتحت باب لسوق سوداء قبل قننت السوق السوداء. يعني إيه الأنابيب الحرة؟ يعني أنا كل واحد أنا ليا أنبوبتين في الشهر أو حسب الأسرة أو المحل له كذا أنبوبة. ده حسب إيه؟ حسب الكوبونات ولا حسب بطاقة التموين؟ ده بالبطاقات دلوقتي. بالبطاقات. فيما بعد هيكون حسب الكوبونات. حسب الكوبونات. اللي هي هتشمل عدد كبير جدا من المواطنين حتى من اللي مش عندهم بالزبط. بطاقات تموين. بالظبط. ففي اللحظه دي انت فتحت باب لسوق سوداء اوسع. السوق السوداء تتسع اكتر بانك ما انتش بتوفر الغاز بشكل في الازمات الكبيره هي فانت رفعت بدايه سعر السوق السوداء من 4 جنيه ل 8 جنيه ضاعفت السعر. ده انا تقديري ان فتح باب لسوق سوداء اعلى وان الاسعار ممكن تعلى بشكل اكبر. لو لما الناس اللي هو بيقول له الانبوبه تحت ب 20 جنيه واطلعها لك ب 30 اعتقد ان الخطوه اللي بعد كده هتبقى ب 30 و 40 وربما توصل ل 60 وممكن توصل ل 60. طيب دلوقتي في رؤيه اخرى انه سياسه دكتور باسم عوده وزير التموين ومنذ ان تولى مهام منصبه هو محاربه السوق السوداء، سواء في قطاع المخابز والسوق السوداء وتهريب الدقيق مثلا او في مواجهه السوق السوداء للبوتاجاز، وانه هذا القرار بالتاكيد يعني يتواكب معه اجراءات ل التضييق على السوق السوداء وتوفير الانابيب لكل المواطنين بالاسعار دي اللي هي 8 جنيه. طب انا تقديري ان المساله اي حكومه تستهدف مصالح مواطنيها بتبدا بالعكس، بتبدا بانها بتوفر السلع الاول فبتقفل باب استخدامه في السوق السوداء، بعد كده في الحاله ديت عندما ياتي الرفع ولو ان الرفع ده المفروض ما ينطبقش بتبدا بترفع المصادر الطاقه اللي بتقدم للمصانع كثيفه العماله اللي هي بتقدم مدعومه لغايه دلوقتي، الغاز اللي بيتباع بره مدعوم، كان ممكن امامك مصادر اخرى كثيره لزياده دخلك، بس انت نتيجه انك بتستجيب سياستك الاقتصاديه قادمه من الخارج فانت بتدفع اول حد دفع الثمن الفقراء. الجزء الثاني انك حتى وانت بتعمل ده عملتها بشكل مقلوب، بما يعني ان انا امام فتره معاناه اوسع لان الغاز لم يتوفر بشكل حقيقي، الازمات ما زالت قائمه، ازمات السولار لسه احنا ما بعدناش عنها بشكل كبير وربما تزداد بعد شويه. طيب وعلى الرغم من كده يعني متحدث باسم مجلس الوزراء وفي المؤتمر الصحفي الكل تابعه نفى تماما ان الحكومه المصريه عندها اي مشكله في سيوله لتسديد السلع الأساسية أو لتسديد يعني ثمن السلع الأساسية ومنها السولار. الحقيقة أنا هبص على الإجراءات مش هبص على حاجة تانية. ده أول حاجة بيدفع الغلابة ثمن أزمة اقتصادية. تاني حاجة عمل حاجة مهمة جدا امبارح بيفكر في زيادة الضرائب على الإعلانات في السوق. هو بدأ يفكر بنفس الطريقة القديمة هي طريقة الجباية. طريقه الجبايه ده معناه ان هو ما عندوش فلوس. هل ده فعلا معنى كده ان هو زي ما بتقول مصر اليوم قربان لصندوق النقد الدولي؟ احنا بالفعل عازمين على تطبيق السياسات اللي اشترطوها للحصول على القرض. ده خطوه اولى من القربان، وبالمناسبه ده مش جديد. الحكومه اعلنت عن زياده 100 عدد كبير من السلع قبل كده وتطبق في يونيو او في لسه يعني فده بدايه التطبيق يعني في الاول، ويمكن الاعلان عن يونيو ارتبط بتصريحات للسيد حسن مالك وهو طبعا من قيادات الجماعة. ده قرار رسمي طلع في الجريدة الرسمية أول ما بدأ. وكان الارتباط بيونيو أنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وفيما بعد طبعا تم تأجيل الانتخابات البرلمانية. هل هيكون في إصرار على يونيو ولا هيستنوا لبعد أكتوبر حيث الانتخابات البرلمانية المفترض أن يعني حتى يعني أنا تقدير أن القرار هو قرار طلع بشكل أساسي والمفروض يتطبق والمفروض موعد تطبيقه يونيو القادم. حتى بمعنى التأجيل ده معناه أنك يعني بتضحك على الناس عشان الانتخابات، إنما الحقيقة أننا نواجه أزمة، والحقيقة أن الأزمة بدأت تطبيقها من امبارح، والحقيقة أن دفع الثمن موجه لفئات هي الأكثر احتياجا لأنك تدعمها مش العكس. يعني هو بيتكلم على أنه هيرفع الدعم عشان او هيعالج خلل الدعم، اول ما جه يعالج خلل الدعم شالوا من الفقراء، شالوا من اللي بيحتاج. اعتقد ان اللي بيشتري انبوبه بوتاجاز
هو الأكثر احتياجا وليس العكس، وهم الفئات الأوسع وليس العكس. طبعا ده سبب قبل كده رفع غاز المنازل بالمناسبة، يعني فواتير غاز المنازل اللي يتبعها زادت جدا، زادت بشكل كبير وبالضعف برضك. بنسبة كام في المية؟ أعتقد أنها أكتر من الضعف، يعني أكتر. بعض الفواتير زادت من 8 جنيه ل 30 جنيه، من 10 جنيه ل 50 جنيه. حتى لا، انا على الاقل هتكلم على الفاتوره اللي هي ما بتشتغلش. يعني انا عندي مكان مقفول، الفاتوره كانت باربعه بقت تقريبا بثمانيه او بعشره. فالحقيقه فهو سياسه، انا تقديري ان دي تطبيق للمطالب اللي بره بشكل اساسي. الحقيقه هي لا تراعي اصلا. طبعا ال 8 جنيه 4 جنيه ل 8 جنيه دي مش هتفرق مع ناس، مع اللي عنده امكانيات. انما الحقيقه 4 جنيه 8 جنيه ديت هيدفع ثمنها كل حد، لان ده هياثر على الفول، ده هياثر على المطاعم، ده هياثر على كل حتى على اللحوم، على كل الحاجات اللي بتتعامل بالمطاعم هترفع بشكل كبير اسعارها. فده انا تقديري ان دي مش انحياز، هو انحياز ضد الفقراء، هو استمرار للسياسه القديمه، هي تنفيذ واضح لشروط صندوق النقد الدولي. وانا اعتقد ان دي الخطوه الاولى، ربما يتبعها خطوات اخطر بكثير. ازاي؟ يعني ما انا بقول لك في قرار برفع بقيه الاسعار بعد كده، يعني دي بدايه الخطوه وليست النهايه يعني. وده في الوقت اللي بتزيد فيه اسعار السلع الغذائيه، بتزيد فيه اسعار انابيب البوتاجاز، بتزيد فيه اسعار فواتير الغاز الطبيعي وفواتير الكهرباء. وبالاضافه لده ما شاء الله والحمد لله، يعني مصلحه الضرائب بدات ان هي تحصل الضرائب عن السنة الماضية، وسبعة مليون جنيه ضرائب الفنانين والإعلاميين زي ما نشرت جريدة الأهرام في صفحتها الأخيرة، وفي مبالغ كتيرة بيتم يعني تسديدها من قبل الجميع، وعلى رأسهم زي ما بتشير كل الضرائب الفنانين والإعلاميين. الشروق بتتكلم النهاردة على مشاهير دافعي الضرائب: عادل إمام الأول، يحيى الفخراني الأخير، عمرو الليثي في المرتبة الثانية، يلي محمود سعد ولا ميس الحديدي الخامسة. التزام من الجميع بسداد الضرائب، ونعتقد أنه من المفترض أن تستغل هذه الضرائب لتحسين الكثير من الأمور اللي الكلام طول الوقت عن أنه ما فيش سيولة، ما فيش أموال، ما فيش أمور كتيرة. وفي نفس الوقت في اتهامات طبعا طول الوقت بيلوح بيها، وهجمات بيلوح بيها ضد بعض من الفنانين والإعلاميين تحديدا. بصي، احنا قدام الاعلاميين كمان المغضوب عليهم، مش كل الاعلاميين يعني، بالاساس خمس ست قنوات في مواجهه كل اللي بيحصل بعد كده. انا مش شايف اللي بيحصل، رغم ان الحكومه مثلا بتسيطر على اكثر من 60 قناه او اكثر، بتسيطر على التلفزيون الرسمي، بتسيطر على عندها الصحف الرسميه او بشكل عام، بتسيطر على عندها قنوات تانية بتخدم عليها، فهي بتركز على خمس او ست قنوات وبتحملها نتائج أزمتها الاقتصادية، بتحملها نتائج فشلها الزريع في إدارة البلاد، بتحملها النتائج لمجرد إن هم بيكشفوا حقائق. أنا عايز أقول لك، لو هو عنده 60 قناة وعنده كل الصحف دي وأراد أن يعني يدير سياسة إعلامية متوازنة، لأن في ناس بيغلطوا، هو يستطيع التحكم في سياسة إعلامية متوازنة لأنه هيقدر يوصل للناس. هو المشكلة من خلال 60 قناة بالضبط، بما فيها قنوات التلفزيون الرسمي، قنوات الدولة. هو المشكلة أنه لا يوصل للناس لأنه لا يقول الحقيقة. يعني الأزمة معكوسة، وبالتالي من يقول الحقيقة هو لابد أن يدفع ثمنا. الناس امبارح كانت بتسخر من الأزمات المتوالية والمتتالية وتتابعها مع اتهامات موجهة للإعلام بأنه عميل وأنه ممول وأنه مخرب وأنه محرض وأنه حاجات كتير، فبيتكلموا عنه الإعلام العميل هو اللي قطع الكهرباء وهو اللي رفع الفواتير وهو اللي أدى لتسمم طلاب الأزهر وهو اللي أدى لنقص السولار. ولكن طبعا الإدارة الاقتصادية والسياسية هي بعيدة تماما عن كل هذه المسؤوليات. في الوفد الصفحة الأولى: مصادر سياسية تكشف سر أصابع مرسي، قنديل يتسبب في إحراج رئيس الجمهورية وتوريطه في الهجوم على دولة الإمارات. إزاي؟ رئيس الوزراء رفع إلى الرئاسة تقريرا من المركزي حول تلقي البدوي السيد البدوي رئيس حزب الوفد مبلغ 25 مليون جنيه
من دبي. مرسي هدد بقرارات ثورية وتراجع بعد اكتشافه تحويل المبلغ من الوكيل الإعلاني لقنوات الحياة. تم استخدام المعلومات الأولية دون بحث، دون تدقيق، دون تقصي للحقائق للهجوم على الإعلام والقنوات الإعلامية، وللهجوم والتلويح أيضا والتهديد خلال مؤتمر القمة العربية الأخير اللي عقد في الدوحة. ويبدو أن الأمور والتهديدات كانت موجهة لدولة الإمارات حسب ما قرأنا في تقرير جريدة الوفد. هنعود مرة تانية لموضوع الكهرباء وانقطاعها خلاص بشكل رسمي لمدة مرتين في اليوم. معانا على التليفون دكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. هل ده ممكن ياخدنا لبعض التصريحات لمصدر مسؤول قال ان احنا داخلين على صيف مظلم؟ يعني احنا طبعا انا هقول لحضرتك يعني عايزين نتكلم في منتهى. دكتور أكثم انا بعتذر لحضرتك، يعني الصوت يعني الحقيقه صعب ان احنا نسمعه بوضوح. يعني إذا كان هناك صيف في مشكلة في الصيف فالمشكلة أساسها. طب أنا بعتذر لحضرتك دكتور أكثم، هنرجع نكلم حضرتك مرة تانية. وطبعا بنشير إلى الخبر اللي احنا بنتكلم عليه وفي إطاره رسميا انقطاع الكهرباء مرتين يوميا، وده من خلال تصريحات لمسؤول بالمركز القومي للتحكم بشبكة الكهرباء. الكهرباء تتقطع مرتين باليوم وهتزيد كل مرة تبعا لزيادة درجات الحرارة بدءا من 35 درجة مئويا، وكل ما هيزيد نقص الوقود اللي بيشغل محطات الكهرباء كل كمان ما هتزيد فترة الانقطاع. هل اتصلنا بدكتور أكثر مرة تانية يا شباب؟ طيب لغاية ما يرد دكتور أكثم علينا مرة تانية، ونتمنى المرة دي ان احنا نقدر نسمعه بسهولة. في ظل الكلام على الانقطاعات في الكهرباء اللي هتكون في الصيف، وكل ما هترتفع درجة الحرارة كل ما هتزيد الفترة، خلاص اتحددت موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة اللي هتستمر لمدة 22 يوم، هتبتدي بالعربي والدين وهتنتهي بالاقتصاد والإحصاء. الامتحانات هتبتدي في المرحلة الأولى والثانية يوم 8 يونيو القادم، وهتستمر حتى 29 من نفس الشهر. والامتحانات السنة دي 418 ألف طالب وطالبة هيخدوها في المرحلة الثانية، وفي الصف الثالث الثانوي هيكون حوالي 10,000 طالب وطالبة من الراسبين في الصف الثاني العام الماضي، واختاروا الاستمرار في نظام المرحلتين. دكتور أكثم أبو العلا برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا بك يا فندم. هل القرار أنه هيكون في مرتين هتتقطع في اليوم الكهرباء وهتزيد بارتفاع درجات الحرارة وبانخفاض كميات الوقود مرتبط بتصريحات مصدر مسؤول قبل كده أنه داخلين على صيف مظلم؟ لا يا فندم، إحنا إن شاء الله بإذن الله إحنا بنحاول قد ما نقدر أن إحنا نتجنب هذا الموضوع. طبعا المواطن تعاني ويوجد مشاكل حقيقية نتيجة بعض المحطات أو نتيجة الانخفاض الضغط في الوقود لبعض المحطات. إنما إحنا أنا للأسف شديد أنا مش قادرة يعني أسمع ولا قادرة أفهم كلام دكتور أكثم. ولا مش عارف لو حضرتك بتتحرك يا دكتور، لو نقدر نكون بس والله أنا وقفت يعني. طيب كده تمام كده تمام. طيب اتفضل يا فندم. يعني بقول لحضرتك اولا احنا كقطاع كهرباء بنحاول نعمل اقصى جهد ممكن لتجنب هذا الموضوع. احنا عايزين نخفف عن المواطن. هذا التخفيف يتم طبعا من خلال مستشفى سواء من خلال الدوله او من خلال قطاع الكهرباء او من خلال المواطن. طيب انا بعتذر لحضرتك مرة تانية، الواضح انه في مشكلة في الخطوط النهاردة، ولكن ما فهمناه انه لا طبعا، يعني بيطمننا دكتور أكثم انه لا طبعا مش داخلين على صيف مظلم، وانه في جهود بتبذل سواء من وزارة الكهرباء او من قطاع التحكم في كهرباء مصر. يعني هل ممكن نطمن لما نقول انه لا طبعا؟ اللي انا اعرفه بشكل واضح من خلال المتابعه يعني صحفيه، انا مش متخصص، ان في بيانات صدرت طوال السنه اللي فاتت بتقول ان احنا عندنا ازمه كبيره في الكهرباء، وان الازمه دي هتبدا من شهر 3، وان الازمه دي هتتراكم بعد كده بشكل كبير لغايه ما نوصل لازمه ضخمه جدا في الصيف القادم. الحقيقه ان البيانات دي بدات تتحقق من النهارده.
يعني اللي هو بدايه من شهر 3 وثم داخلين في 4 وبتتصاعد بشكل مستمر. فده بيخليني اقلق من فكره لا طبعا وهذا الاقرار السهل. انا اعتقد ان لا طبعا المفروض نقول حجم المشكله اللي عندنا. يعني لا طبعا المفروض نقول هل بالفعل في محطات كامله خرجت من الخدمه وده هيأثر ولا لا. لا طبعا يعني في كثير من الاشياء. كمان الاعتراف الجديد بان في فترتين لقطع الكهرباء ثم هتتصاعد بتصاعد درجه الحراره، ده معناه ان احنا عندنا ازمه وما عندناش. لا طبعا. فانا اظن ان احنا محتاجين شفافيه اكتر، محتاجين نقول ايه اللي هيحصل بدل من بعد شويه يطلع الاعلام العميل هو اللي عمل ازمه الكهرباء من تاني، وهو اللي هو رغم ان هو بيحذر بالمناسبه ونشر تقارير من الناس جوه الكهرباء من فتره طويله بتقول ان لا طبعا دي مش هتحصل. وده طبعا اللقة طبعا، ونلاقي الانقطاعات طبعا بيسبب حرق دم وارتفاع ضغط وبيسبب كمان أزمات قلبية. وإحصائيات ودراسات بتؤكد أنه مصر ثالث دولة في العالم في نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب المزمنة، وأنه 400,000 حالة سنويا لإصابة بأزمات قلبية بتحصل في مصر. في ظل هذه الأمور خلونا نشوف أمر مشرق شوية وحدث هام واستمرار لمسيرة مهمة ورائعة، ونتحدث عن مركز القلب بأسوان اللي أسسه سير مجدي يعقوب دكتور القلب وجراح القلب الشهير وربما الأشهر عالميا، واللي النهاردة بنحتفل بافتتاح مبنى جديد بينضم لهذا الصرح. نروح لزميلنا محمد سعيد وهيكون معاه دكتور وائل عبد العال المدير الطبي بمركز القلب بأسوان. صباح الخير يا محمد. طيب احنا عندنا مشكلة وهنرجع تاني لمحمد سعيد. طيب ضمن الأمور المتعلقة الحقيقة بالحاجات اللي ممكن ترفع الضغط وتعليه وتجيب أزمات قلبية الأحوال، والحقيقة ان الواحد لما يقرأ ويعرف انه امريكا بتحذر مواطنيها وبتقول لهم ما تسافروش لمصر، الشوارع والفنادق غير امنه، وانه الجريمه منتشره جدا في الشوارع، ما فيش امن ولا امان، وخاصه السيدات كان ليهم تحذير مهم جدا انه التحرش موجود والاغتصاب الجماعي ايضا موجود. والحقيقه انه كمان كان في امبارح تقرير وتحقيق مهم جدا منشور في نيويورك تايمز، يعني الحقيقة بيصيبنا بالصدمة والحسرة ويعني الأسف لما وصلت إليه الأحوال من خلال إبراز تصريحات بعد من ممثلي التيارات الإسلامية في مجلس الشورى، وهم بيحملوا المرأة المتحرش بها وحتى المغتصبة نتيجة هذه الجريمة ومسؤولية هذه الجريمة اللي هي بتتعرض ليها واللي هي ضحيتها، لأنها بتنزل في أماكن مزدحمة أو أن هي بتدخل في مظاهرات ما فيهاش غير بلطجية. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حذرت من كل هذه الأمور وأكدت أنه يعني هذا الأمر أصبح فوق الحد وفوق الاحتمال، وأنه يجب على كل المواطنين الأمريكيين اتخاذ الحذر الشديد، وأنه على المرأة الأمريكية إن قررت الذهاب إلى مصر ألا تكون في أماكن مزدحمة. امبارح كان في مؤتمر مهم عقده المجلس القومي للمرأة للحديث عن هذه الظاهرة اللي بدأت تتسع بشكل كبير جدا، وبدأت تلاقي من يدافعون عن المجرمين اللي بيرتكبوها سواء كانوا متحرشين أو مغتصبين، والحديث أيضا عن مشروع قانون ضد العنف ضد المرأة. خلونا نروح نشوف التقرير ومن بعده نواصل فقرة الأخبار والصحافة. الحي يشكر رئاسة الوزراء إنها كلفت المجلس بين آن الأوان إن احنا نعمل قانون لمكافحة العنف. انطلقت فعاليات مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة تحت رعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. الحقيقة المبادرة مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية بدأت كفكرة يعني من ساعة ما أنا بقيت مسؤولة عن هذا الملف، وبدأنا نفكر إزاي أن يبقى في طريقات أو في خطة تقدر أنها تنقل المرأة من الوضع هي موجودة فيه دلوقتي وضع سيء إلى وضع أفضل. تحت رعاية مرسي يعني أتمنى أن ده يديها قوة علشان خاطر كل التوصيات اللي هتخرج بيها والتوصيات اللي قبل كده فعلا كان المجلس القومي للمرأة وصلها
تتنفذ. شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة الثانية من ورشة العمل الأولى، استعرض من خلالها جهوده خلال عام لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة. نتواجد في هذه الورشة بصفة أساسية أصيلة، فنحن الآلية الوطنية لرعاية قضية المرأة ولدعم المرأة كقضية مجتمعية. احنا الحقيقة النهاردة كنا موجودين علشان نؤكد ان في جهود اوريدي تمت كبيرة جدا في مجال التحرش، مكافحة التحرش ضد النساء في مصر. يمكن تفاقم الظاهرة بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة هو اللي يمكن خلى الناس تنتبه إليها، لكن هي المشكلة موجودة من مدة، والمجلس عنده أطلال من الدراسات والبحوث حوالين المشكلة على مستوى الجمهورية كلها. أثناء المؤتمر تم مناقشة مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف الذي تم صياغته من قبل أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس. قدمنا في المجلس القومي للمرأة مشروع قانون يتناول العنف ضد المرأة، ووضعنا فيه استحداث لمواد جديدة توافق ظواهر جديدة في المجتمع لم تكن موجودة من قبل، واستحداث لمواد جديدة توافق ظواهر تشريعية لم تكن موجودة من قبل. المشروع من 5 أبواب بيتكلم على تعريفات العنف في المجتمع المصري، وأضاف إليها بالإضافة إلى التعريفات الموجودة في قانون العقوبات كمان أضاف تعريفات جديدة لمظاهر العنف اللي احنا بنشوفها هذه الأيام في المجتمع المصري زي التحرش مثلا. ومن المقرر أن تمتد فعاليات هذا المؤتمر حتى أوائل يوليو المقبل، ولكن فعليا هل سينجح هذا المؤتمر في تحقيق أحلام المرأة المصرية في أن تنال حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ روشان هشام، زي الشمس. شكرا جزيلا روشان. وبالفعل سؤال وجيه، هل سينجح هذا المؤتمر؟ هل ستنجح هذه الجهود في وقف العنف ضد المرأة؟ خاصة بعد ما شفنا وأنه أثناء مناقشة وثيقة المناهضة للعنف ضد المرأة في الأمم المتحدة، يعني واكبتها حملة دعاية مضادة، اتهمت الوثيقة بأنها بتشمل الكثير من الأمور غير الموجودة فيها زي زواج المثليين، التأثير على ميراث المرأة، التأثير على وضع المرأة في المجتمع العربي والإسلامي وما إلى ذلك من أمور. والحقيقة إنه المجلس القومي للمرأة مشكورا بعت لكثير جدا من أعضاء الأحزاب السياسية، التيارات السياسية، الصحفيين والإعلاميين نسختين، نسخة بالعربية ونسخة بالإنجليزية للاطلاع على تفاصيل الوثيقة حتى لا يكون هناك أي تلاعب بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة. هل تتوقع أنه يكون فعلا في جهود لمنع العنف بشكل عام ضد المرأة والتحرش والاغتصاب بشكل خاص؟ لا، ما أتوقعش للأسباب كتير. أولا لأن منهج بشكل عام اللي بيدير البلد هو بيمارس عنف أصلا مش ضد المرأة من اللحظة الأولانية. حتى فكرة يعني لما نيجي نتكلم على التحرش ارتفع وتزايد نتيجة ممارسة رسمية له أو ممارسة سياسية له في ضد من يطالبون بالحقوق. ده ظهر في التحرير وظهر في أماكن تانية، والحقيقة كان بدأ نظام مبارك من 2005 بشكل واضح ضد المتظاهرين وضد الصحفيات اللي كانوا بيغطوا أحداث رفض الاستفتاء في 25 مايو 2005. لكن الحقيقة ده احنا شفناه بكثافة شديدة جدا مع حكم الإخوان المسلمين وممثلهم في قصر الرئاسة الرئيس مرسي، فاكتشفنا عنف مبالغ فيه وصل لحد الاغتصاب داخل التحرير. وكل الشهادات اللي طالعة بتتكلم على فكرة أنها عنف منظم وأن هناك جماعات منظمة. ده على مستوى الممارسة على الأرض. على مستوى الممارسة على مستوى النظام نفسه، أنت بتكتشف أن وثيقة لم تصدر بعد بتطلع الجماعة اللي هي تدير الصورة في مصر لتعلن عن تفاصيل رفضها، وتعلن عن تفاصيل اللي هي لم تظهر الوثيقة بعد. ثم وكان من اللحظة الأولى مؤكد أنها لن تكون فيها لأسباب كتيرة، لأن المواثيق الدولية بتشترط أولا بتراعي ظروف الدول المختلفة، من حقك أنك تأخذي منها ما يناسبك بشكل أساسي وترفضي ما لا يناسب تقاليدك. في الآخر هي بتخرج لتقنن أوضاع جديدة، فأنت تكتشفي أن هناك رفض لفكرة نبذ العنف ضد المرأة بشكل أساسي من اللحظة الأولى. المستوى الخطاب السياسي أخطر من ده كمان. فالحقيقة أنا لا أتوقع أن هناك حكم ضد المرأة بشكل أساسي، هناك حكم يرى أن، والحقيقة أن المرأة تمثل خطرا حقيقيا ووجودها يمثل خطرا حقيقيا عليه. هو يمكن ما يجيش من خلال إجراءات حكومية، ولكن هيجي من خلال إرادة، يعني إرادة شعبية وإرادة لدى كل رجل وكل امرأة مصر
مصريين أحرار مصممين على يعني حفظ وحماية وحقوق كل مصري بصرف النظر عن دينه، جنسه، لونه أو أي اختلاف قد يكون به وبشخصياته. خلونا نروح لأسوان وزميل محمد سعيد. صباح الخير يا محمد. يا محمد زعلان منكم. يا مسهل. صباح الخير استاذه دينا، اهلا بحضرتك. طبعا احنا موجودين دلوقتي داخل مؤسسه دكتور مجدي يعقوب للقلب باسوان، والحقيقه النهارده اسوان وشايف الاهالي كتير جدا سعداء بالحدث الموجود النهارده، هو افتتاح مبنى جديد بينضم للمبنى القديم، بالاضافه طبعا الى تطوير المبنى القديم في داخل مؤسسه القلب اللي بتشهد طبعا اقبال كبير جدا من اهالي اسوان بالتحديد، وهم يعني فرحون للغايه بهذه المؤسسه والصرح الكبير اللي موجود طبعا داخل ارض اسوان. النهارده معايا دلوقتي على الهواء دكتور وائل عبد العال، هو المدير الطبي بمركز القلب باسوان، هنا هيتكلم معانا طبعا عن اللي هيحصل النهارده. دكتور مجدي يعقوب هيكون متواجد في خلال اقل من ساعتين، هيكون متواجد هنا طبعا مع بعض من الضيوف اللي اتاكدنا من وصولهم بالفعل الى الفندق، ومن ثم في طريقهم دلوقتي الى المركز الطبي هنا او مركز القلب. هو دكتور زاهي حواس وكابتن محمود الخطيب، الفنانه ليلى علوي، ايضا السيد اللواء مصطفى السيد، طبعا هيكون اللواء مصطفى السيد محافظ اسوان، هو هيكون طبعا بجوار دكتور مجدي يعقوب النهارده في افتتاح القسم الجديد او المبنى الجديد في داخل مؤسسه مجدي يعقوب. دكتور وائل طبعا برحب بيك وصباح الخير، وحضرتك في البدايه قلت لي احنا هنا النهارده مفيش حد رئيس ومفيش حد مدير، احنا كلنا تلامذه دكتور مجدي وكلنا يعني بنشرف ان احنا طبيب جراح للقلب، فاحكي لي النهارده يعني احساسك النهارده بالمبنى الجديد ويعني شايف الموضوع ازاي؟ الاول بشكر قناه سي بي سي ومدام دينا على تواجدكم معانا في فرحتنا النهارده. احنا النهارده يعتبر يوم جميل جدا بالنسبه لنا في مشوار الحقيقه ما كانش سهل لكن كان ممتع، لان بنقدر ان احنا نفيد به شعب مصر وبالذات منطقه اسوان والصعيد اللي فيها الخدمات بالنسبه لجراحات القلب ما كانتش موجوده خالص، وده عشان كده اخترنا هذا المكان. زي ما حضرتك قلت احنا كلنا هنا فريق واحد، ما فيش يعني رئيس او مدير بالمعنى القوي الا الدكتور مجدي يعقوب، هو راجل ديمقراطي جدا والشغل معاه ممتع جدا الحقيقه. المبنى الجديد الحقيقه يعتبر المرحله الثانيه في خدمات اسوان، فاضل المرحله الثالثه هنبتدي فيها قريبا، فالمرحله الثانيه دي شملت تطوير المبنى القديم وبناء وتجهيز وتشغيل المبنى الجديد اللي هو 4 ادوار زائد دور ارضي، والمبنيين دلوقتي مشبوكين ببعض، فالخدمات هي تعتبر مستشفى واحده ما فيش فيها فواصل. المبنى الجديد اضاف لنا سعه جامده جدا في الاستيعاب للمرضى، الرعايات المركزه كلها دلوقتي اجماليا فيها حوالي 30 سرير، ومجمع السراير كلها في المستشفى حوالي 60. اضاف لنا قسم الاشعه الحديثه اللي هو الرنين المغناطيسي والاشعه المقطعيه، رعاية مركزة خاصة للأطفال على أحزن طراز، ورعاية مركزة خاصة للكبار على أحزن طراز، زائد الوردز اللي هي العنابر اللي عندنا. فالحقيقة ده يعتبر بالنسبة لنا دفعة قوية للأمام عشان نقدر نلبي احتياجات الحقيقة المنطقة، وإحنا في خدمة طبعا أهالي أسوان والصعيد ومصر كلها إن شاء الله، نتمنى إن احنا نقدر نعمل خير للبلد أكتر من كده بكتير كمان. بشكرك جدا طبعا يا دكتور وبالتوفيق دايما، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نشوف مركز زي ده موجود في الدلتا وموجود حتى في العاصمة في القاهرة. أستاذة دينا طبعا ده كان لقائنا مع دكتور وائل عبد العال. أيضا كمان آخر ملحوظة شايفها هنا إن في بعض الأهالي من طبعا مدينة أسوان أو محافظة أسوان بدأوا يجوا هنا في المركز الطبي، هو ما فيش حشد كبير من الناس ولكن في بعض الناس بدأوا يجوا، هم طبعا عارفين إن دكتور مجدي هيكون موجود النهارده معاه طبعا ضيوفه اللي هيبقوا موجودين في افتتاح المركز، وانا شايف ان بعض الناس بتتجمع دلوقتي عند المركز. طبعا احنا هنغطي طبعا الافتتاح بالكامل. اكيد اكيد، وهنرجع لك مره ثانيه، وبشكرك شكرا جزيلا محمد سعيد. والحقيقه انه الحدث النهارده يعني بيدينا كلنا امل، وزي ما قال دكتور وائل عبد العال مدير الطبي بمركز القلب باسوان، المشوار ما كانش سهل بس
ممتع. الحقيقة انه ده بيدينا امل كبير انه الحقيقة مشوارنا طول الوقت علشان نوصل لاي هدف في حياتنا وفي مستقبلنا وعلشان نحقق اهداف ثورتنا مش سهل على الاطلاق، ولكنه برضو ممتع. متعب اكيد، مزعج احيانا، محبط قليلا، ولكن الحقيقة الاحباط احيانا بيكون خيانة واليأس خيانة. لازم يكون عندنا امل كبير، والامل الحقيقة النهاردة بنستبده من هذا الصرح الرائع والمشروع المهم جدا، مركز القلب بأسوان. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل اليوم وافتتاح المبنى الجديد، وهنستمع ونتابع المزيد من الأخبار مع أستاذ خالد البلشي، ولكن بعد الفاصل.